يظل دائما النادي الأهلي فوق الجميع، كلمة الكل يعرفها والكل بيحبها والكل ينتظرها، وكل جمهور النادي الأهلي يعرف معنى هذه الكلمة بمنتهى الدقة وبمنتهى الاحترام. احنا دايما عارفين بنتكلم في ايه، ودايما كجمهور النادي الأهلي عارفين احنا عايزين ايه. بعض الإعلاميين او احد الإعلاميين اتكلم اول امبارح عن هذه المقولة. انا الحقيقة الموضوع بالنسبة لي هو ليه دايما بعض من لا يشجع النادي الأهلي بيحاول ان هو يمنع جمهور النادي الأهلي او ينتقد جمهور النادي الأهلي علشان بيقول حاجة بيحبها، حاجة تخص هو، وبيتقال على او الإعلامي اللي قال هذا الكلام قال ان جمهور الأهلي هو جمهور عنصري وجمهور نازي علشان هو بيقول هذه الكلمة او الأهلي فوق الجميع. الحقيقة من يقول هذا الكلام فالكلام اللي هو بيقوله هو كلامه هو اللي عنصري وهو اللي نازي، كلامه هو اللي عنصري ونازي. ليه؟ لأنه الحقيقة ليه حضرتك مرة تانية عايز تمنعنا من حب نادينا بالطريقة اللي احنا بنحبها بيه؟ احنا حرين، احنا شايفين ان النادي الأهلي سيظل دائما فوق الجميع، النادي الأهلي سيظل دائما فوق جميع أبنائه وجميع أبناء العاملين وجميع أبناء الموظفين وأجهزته الفنية ولاعبيه وكل شيء. النادي الأهلي هو فوق الجميع بالفعل. عندنا مصلحتنا مصلحة مجلس إدارة النادي الأهلي، أو مجلس إدارة النادي الأهلي يرى أن مصلحة النادي الأهلي هي الأساس في كل شيء، قبلها طبعا مصلحة البلد وبعد كده مصلحة النادي الأهلي. هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. إذا كنت حضرتك مش فاهم الكلام اللي احنا بنقوله أو مش فاهم الحب اللي احنا بنحبه للنادي بتاعنا، فده مش ذنبي ان حضرتك مش عايز تتقبل هذا الكلام. انت حر، انت حر. كلامك عن شعار النادي الاهلي فوق الجميع انا الحقيقه مش عارف هو ليه حصل دلوقتي، بس مش مهم. المهم نرد على هذا الكلام، الكلام العنصري والنازي. هو كلامك اللي عنصري ونازي، لانه الكلام ده لو حضرتك تعرف لماذا خرجت هذه او هذا الشعار بهذا الحب الكبير له. الشعار ده خرج وقت انتخابات النادي الاهلي في 92، واللي اطلقه العظيم الراحل صالح سليم، وكان شعار انتخابي، شعار انتخابي لاعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، يعني مش لجماهير الزمالك ولا جماهير الاسماعيلي ولا جماهير الاتحاد ولا جماهير المصري لا، ده للنادي الاهلي ولجمهور النادي الأهلي، إن الأهلي فوق جميع كل من يحب أو من ينتمي لهذا النادي. فليه حضرتك برضو بتحاول تمنع هذا الشعار؟ عمره ما كان شعار لا يدل إلا على حب النادي من قلبي. شعار النادي الأهلي، الأهلي فوق الجميع لجميع الأهلوية أو فوق جميع كل الأهلوية، مش لأي حاجة تانية خالص.